الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن العراق أصبح العضو رقم 74 في المقرض متعدد الأطراف، في حين تقدمت غانا والسنغال بطلبين للانضمام، وقدمت حكومة السودان طلب الانضمام إلى البنك لأول مرة في عام 2018، حيث يمكنها من وضع العراق كمساهم ليصبح اقتصادا متلقيا، الأمر الذي من شأنه أن يتيح تمويلا ودعما سياسيا من البنك. أكد أكاديميون ورجال أعمال تعرض شركات الاستثمار في محافظة ميسان لعمليات ابتزاز ورشوة، وهو ما دفعهم لترك المحافظة بسبب عدم توفر ضمانات للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين. وأوضح رجال الأعمال أن سياسات الابتزاز والرشوة أسهمت بعزوف المستثمرين عن 90 مشروعاً من أصل 125 فرصة استثمارية طرحتها هيئة استثمار ميسان منذ تأسيسها قبل أعوام طويلة. بدوره قال مدير مصرف الاتحاد العراقي سعد الزيدي إن القوانين الحالية لا يمكنها جذب الاستثمار لميسان، خصوصاً أن البعض منها لا يلبي طموح المستثمرين من العرب والأجانب. كشفت عضوة لجنة النفط النيابية زينب الموسوي أن العراق سيدفع 350 مليون دولار لشركة أكسون موبايل الأمريكية للعراق مقابل حصتها في حقل نفط غرب القرن واحد بمحافظة البصرة. وأضافت الموسوي أن انسحاب شركة أكسون موبايل من العراق يأتي أيضاً في سياق بيع أصول غير استراتيجية للشركة، ومنها استثماراتها في حقل غرب القرن والتركيز على الاستثمارات ذات الأولوية الأعلى، ما يحد من الحاجة إلى إصدار مزيد من الديون ويدعم توزيعات الأرباح الحالية. قالت لجنة النفط والغاز النيابية إن عدم حسم حكومة السودان أمرها مع الشركات النفطية الأجنبية هو أحد أسباب تعطل استئناف صادرات النفط عبر كردستان العراق إلى تركيا. وأضاف عضو اللجنة صباح صبحي أن من بين الملفات التي أخرت استئناف تصدير نفط كردستان العراق عبر تركيا أن حكومة بغداد حددت 8500 دينار، وهذا السعر غير منطقي، كما أن شركات الاستخراج تحتاج 22 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الاستخراج حسب العقود، على اعتبار عقود استخراج النفط في محافظات شمالي العراق عقوداً مشاركة تختلف عن عقود الشركات في باقي المحافظات. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق حل بالمرتبة الخامسة بين أكثر الدول شراءً للعقارات التركية خلال شهر تشرين الأول الماضي، وعادة ما يتصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ عام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع عن المركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان عام 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية. قبل الختام تذكير بأسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.